للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دبي جورج خوري، محلل أسواق مالية في CFI. أهلا بك سيد جورج، صباح الخير. يعني البيانات تشير وكأن ربما دورة التشديد النقدي لم تؤثر في سوق العمل. بيانات CPI التي تابعناها أمس أظهرت تباطؤا يعني بشكل عام بظل كل هذه المعطيات، حتى لو أخذنا بالمقابل بيانات CPI التصنيعي السابقة في الولايات المتحدة. هل كل هذه المعطيات تعطينا حاليا فكرة أوضح لاتجاه الفيدرالي في قراره المقبل؟ أول شيء صباح الخير علاء، وشكرا للاستضافة. بالنسبة لقرار الفيدي القادم بالنسبة للفيدرالي، بعتقد نحن صرنا مسعرين أكثر من 70% احتمال حدوث الرفع ب 25 نقطة أساس. هيدي كمان شفناها بمحضر الفيدرالي اللي أطلق ليلة أمس. ولكن الموضوع اللي عم نحكي عنه عامة هلا واللي ببرهن شو صار فعليا ليلة أمس، اللي هو انه عم نشوف تراجع بالتضخم من 6 لل 5%، اللي ادى لارتفاع بالمؤشرات الامريكيه وهبوط بالدولار الامريكي. رجعنا شفنا حركه معاكسه. هلا هيدي الحركه المعاكسه هي اللي كانت مفروض تحصل اساسا. ليش؟ مثل ما كان هلا استاذ هشام عم بيحكي صباحا، نحن عم نطلع على السي بي اي، على السي بي اي اوفر اول، ولكن ما فينا نغض النظر على الكور سي بي اي. كور سي بي اي بعده عم يفرجينا على ارتفاع، كنا على 5.5 هلا عم نرتفع على 5.6، اللي هو مدعوم اكثر شيء بقطاع الخدمات والديوربل جودز انفليشن. فهدول عوامل لازم نكون عم نركز عليهم، لانه هدول الدوافع هم اللي بياثروا بعدين على التضخم العام. هلا حاليا التراجع بالتضخم عم بيحصل بسبب شغلتين. اول سبب اللي هو التراجع باسعار الطاقه، اللي هو مدعوم بالجازولين، والمدعوم بالتراجع باسعار الغاز السريعه اللي عم نشوفها كانت عم تراجع تحت ال 2 دولار تقريبا للاوز. والتراجع كمان الاخر هو بالفود. فبالمقابل الفود والانرجي برودكتس هدول بيقدروا الاسواق العالميه ياثروا عليهم. يعني اذا شفنا هلا مثلا اوبيك بلس طلعت واعلنت انه رح تكون عم بتخفض من الانتاج، هذا الشيء دغري رفع اسعار الطاقه والدبليو تي اي النفط الخام بشكل سريع جدا، تخطى $7 للبرميل. يعني بالمقابل هذا رح يترجم بتغيرات باسعار المستهلك شهر الجاي. ففعليا نحن مش وضع كثير جيد وعم نشوف تراجع من 6 لل 5، لانه بدنا نغوص بقلب التضخم لنشوف فعليا هذا التراجع شو سببه كان. واللي شفناه حاليا هلا ما كثير بيطمن الى حد ما، كون انه الكور سي بي اي بعده عم يرتفع لاول يعني مره. يعني جورج، ارتفاع الكور انفليشن كما تتحدث، عدنا لنؤكد فكره ان الانفليشن استيكي، التضخم مترسخ في هذه الفتره، وحتى يعني مخاوف عوده التضخم للارتفاع. هل تشير انه ال 25 نقطه اساس ربما قد تتغير بناء على معطيات كثيره من الان حتى مايو، اجتماع مايو المقبل؟ هلا لا نرفع من ال 25 نقطة أساس لأكثر لل 50 نقطة أساس، هيدا مستبعد كثير. ما فيهم بقى يكونوا متشددين هلا، بغض النظر من إنه مثل ما كنا عم نحكي هلا من شوي إنه معدلات البطالة بوضع جيد جدا، ومثل ما كان كمان أستاذ هشام عم بيقول إنه معدلات بطالة 3.5%، هيدي ما بحياتها تاريخيا صار في عندي ركود اقتصادي لما كنا عم نشوف هيك فاليوز. ففعليا هلا ما فيهم يغامروا الفيدرالي ويكون متشددين كثير بشكل قوي. اللي عليهم يعملوا مثل ما كانوا عم بيعملوا من 6 أشهر لهلا، عم بيمشوا شهر ورا شهر وخطوه ورا خطوه، يراقبوا شو اللي عم بيصير وكيف التاثيرات السلبيه الاقتصاديه عم تحصل فعليا، ان كان على السندات الخزينه او العوائد على السندات، ان كان على المصارف بسبب الازمه المصارف كمان اللي حصلت، اللي كمان بعد ما انتهت بعد ما شفنا التداعيات طبعا فعليا. هلا مزبوط اجى الفيدرالي للانقاذ واجى لدعم المودعين بهيدي المصارف، ولكن بالنهايه بده يرجع يعبي السيوله اللي نقصت من عنده بالنهايه. فكمان هيدي ازمه ما خلصت بعد، ومثل ما قالوا كمان بالمحضر ليله امس انه نحن احتمال حدوث الركود الاقتصادي صارت اعلى الى حد ما، مش اعلى، صارت شبه مؤكده الى حد ما، ولكن قوه الركود الاقتصادي هيدي هي اللي بتتقرر حسب قد ايه بيكونوا متشددين بالفتره القادمه. ولكن توقعات حسب المعطيات اللي عندنا اياها بتقول انه في عندنا بعد يمكن رفعه واحده ب 25 نقطه اساس، من بعدها يمكن يبلش عدم الرفع، ولكن ما فينا من هلا نجزم الامر.
لأنه عم نمشي حسب المعطيات، طب حسب البيانات سيد جورج، في الاقتصادية حال اللي كان احنا هذا متعاقدين السيناريو فيها. الذي تتحدث عنه رفعا واحدا وتستقر، ما هي المدة الزمنية التي ستستقر عندها برأيك هذه الفائدة؟ وفي الفترة المقبلة هل سيستمر التركيز على مستويات التضخم فقط؟ ما هي المحركات الأساسية للأسواق أيضا بالإضافة إلى التضخم؟ نعم، لا، الموضوع المهم هو مثل ما على طول بقول، وهذه شغله كمان قلتها معكم اكثر من مره، انه هلا الفيدرالي عم بيشد على حبلين، اول حبل اللي هو التضخم، وثاني حبل اللي هو الركود الاقتصادي. هلا معه فلكسيبيليتي، هلا بعده مرتاح، كون انه البطاله بعدها على معدلات واطيه، كون انه كمان عند الجي دي بي كان على ارتفاع بالفتره الماضيه، يعني البيانات الاقتصاديه كانت عم تفرجي على تعافي اقتصادي الى حد ما وتحسن بالاوضاع الاقتصاديه. فالساينز اول ما بلش اشوف انا معدلات البطاله على ارتفاع بشكل سريع، يعني نتخطى ال 3.6 و 3.7% بالاتجاهات الصاعده، واول ما نشوف هلا في عندي الريتيل سيلز كمان نهار الجمعه بالولايات المتحده عم نشوفه على تراجع تقريبا من 0.3 ل 0.1% اذا ماني غلطان. فكمان هذا التراجع تدريجيا رح يكون عم بينذر الفدرالي انه لا، يمكن هلا الوقت اللازم انه ما بقى نرفع. فهي منا بس قصة تضخم، هي قصة تضخم من ميلة، والاقتصاد وحال الاقتصاد والسيولة من ميلة تانية. عم نشوف هلأ كمان الكريدت كاردز لونز على أقصاها من أكثر من 57 سنة تقريبا بالولايات المتحدة. نعم هذا شيء بخوف، هذا شيء بأنزل، أكيد. هذا شيء بفرجي أنه المبيعات التجزئة اللي كنا عم نشوفها على ارتفاع بالفترة الماضية بثلاث أربع أشهر اللي قطعت، فعليا كانت بسبب القروض او اللونز اللي كانوا عم ياخذوها الانديفيدجوالز او الكونسيومر نعم، المستهلك، سيكون لنا وعلى حديث اساسها كان أطول جورج عم عن يقبضوا. هذا الموضوع، يعني نقطة مهمة جدا تركز عليها حضرتك، سنتحدث عنها ربما قريبا إن شاء الله. جورج خوري، محلل أسواق مالية في CFI، شكرا جزيلا لك.